غبز الحواجز، فيها دقة وتكتيك كبير. الرياضة أصعب تقريبا، هي أصعب رياضة من رياضات الفروسية، فتعبنا وتمارين هذه كلها في الأخير اللي محتاج منها دقيقة أو دقيقة ونص في المباراة. أكيد شعور حلو لما تدخل الأرينا، يعني مكان المنافسة والأمال معقودة عليك. الأولمبياد هذا طموح أي فارس. إحنا ما شفنا قبل ناس قبلنا في الأولمبياد. طبعاً أهم شيء إنه نظهر بصورة مشرفة للدولة وللرياضة عامة. نتمنى الفوز، نتمنى نحقق ميداليات في الأولمبياد. طبعاً تابعونا لمسيرتنا لبطولة ريو 2016، وإن شاء الله الوعد هناك، ويلا قطر.